The Arab International Festival for the People with Disabilities was held under the auspices of Mr. Nevin El-Qabbaj, Minister of Social Solidarity, and came once again to assert the fact how the country, how the state today, under the leadership of President Abdel Fattah el-Sisi, gives special attention to people with disabilities, integrating them into the society and also highlighting their potential for a better tomorrow. Join us in this special celebration on the sidelines of the festival. أنا فرحانة إن حضرتك معانا دايما معانا على طول. إن شاء الله دايما كلنا مع بعض على طول. هستطلع كابتن طيار. أنا هطلب من الوزير الدفاع يسمح لبسملة وتركب طيارة ثنائي مع أحد الطيارين. هنصورك ونطلعك ونوري الناس بسملة وهي في الطيارة الأحمر. أنا بحلم إن كل الوثائق الرسمية يكون مكتوب عليها بطريقة برايل الملموسة. إحنا هنعمله فوراً يا مريم. شكراً يا كابتن رئيس. أنت مبسوط أنت قاعد معانا؟ أسعد يوم، اليوم اللي بشوفكم فيه. نعمل رحلة لكلية الشرطة والكلية الحربية وتشوفوا، ويبقى يوم نقضيه هناك كلنا. احساس ان انت معايا ده دايما بيطمني، وفي وقت الجد بتكون لي سند وايديك تتمد ومعايا تملي، وعمرك ما تخلت يوم عني. احنا محميين بالله وبدول، وربنا بينزل على قلبي البهجة والسعادة والسرور والرضا. فكرة ذوي الاحتياجات بشكل عام هي أصبحت حديث الساعة، وهي المنارة الرئيسية لرسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي من عام 2018 عندما وضع الشجرة الأساسية أو بذور الشجرة الأساسية في هذا الأمر. وكانت التوجهات العامة بالنسبة لكل مؤسسات الدولة سواء العامة أو القطاع الخاص أو المؤسسات المدنية إنها تقوم على هذا النهج. ولكن هنيجي في ذوي الاحتياجات الخاصة أو مهرجان العربي ذوي الاحتياجات الخاصة، هو مهرجان قام كل عام، ودي الدورة الثالثة بتاعته بفضل ربنا تحت رعاية معالي الوزيرة نيفين القباش اللي فتحت لنا أبوابها والمسرح بتاعها وتحت رعاية سيادتها، وإحنا كلنا تحت رئاسة سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اللي بدبلنا هذا الأمر. الفكرة من المهرجان هو إظهار النماذج الناجحة والمشرفة سواء من ذوي الإعاقة أو العاملين أو المهتمين بهذا المجال، ومناقشة وتناول 5 ملفات: الدمج والتمكين والإتاحة والوقاية والمكافحة. وده عشان نقدر احنا نعمل ارساء وضع طبيعي، باعتبار ان كلمة اعاقة في حد ذاتها هو ما يعوق فكر الانسان او قلبه، ده رأيي يعني. اما الاعاقة الجسدية او الاعاقة الذهنية فدي امور متداركة بشكل طبيعي جدا، ويجب دمجهم بالمجتمع على هذا النحو اللي احنا قايمين بيه، ونقول لهم متشكرين يعني. فكرة الدمج مقصود بيها اكتر من نوع، اللي هو الدمج المجتمعي او الدمج الاجتماعي، الدمج الثقافي، الرياضي، التعليمي، العلمي. فكرة الدمج مع الشخص نفسه، ان يكون متقبل ذاته، فدي امور كتير احنا بنتكلم فيها. اولا مش نقدر نقول فكره دمج، اولا لازم يكون في فكره اللي هي ان احترام الاخر رقم واحد. اما بالنسبه لاصحاب الهمم معانا وذوي الجائزه ان هم يقوم بالتدريب، تدريبات مختلفه في كافه الانشطه سواء تنميه ذات، تنميه مهارات، اشغال يدويه، علوم بحثيه علميه، نقدر نزورهم للدنيا. وعلى سبيل المثال الدكتور طه حسين، حد يقدر يتكلم عنه شيء؟ وهو من اصحاب البصيره، ونشتاين من التوحد، هيلين كيلر، إيتسون، فكل دول واحنا بصينا لهم هنلاقي ان احنا نتمنى ان نكون احنا زيهم، فاحنا بنقول يا ريت ان احنا نندمج معاهم مش هم اللي ندمجوا معانا. انا الواحد اللي هو عمل الكرسي الباسكت بول، وصاحبي حسن عمل الكرسي الروبوت، وصاحبي طه هو عمل الكرسي الاخضر اللي انت ممكن تشوفه من هنا. فين طه؟ طه هو بصرة. مجاش النهارده. احنا عايزين من حضرتك يعملوا التصميمات وسلموها. وانا عاوز اقول حاجه ثانيه. قول يا حبيبي. واحنا عاوزينك يا سيد الرئيس تساعدنا عشان نعمل حاجات جديده جميله ومميزه ومش عاديه. قولي اساعدك ازاي؟
نعمل حاجات تانية كتير. وانا بحبك يا سيد الرئيس، وكل حد بيحبك، وكل حد في مصر بيحبك كمان. وانا كمان بحبكم قوي قوي يا مصطفى، انت وحسن. الفترة الحالية بتشهد يعني تفوق غير مسبوق في موضوع ذوي الهمم. أنا سعدت كتير جدا باللقاء بتاع قادرون باختلاف، وسعدت باهتمام سيادة الرئيس بيهم، والمواهب والقدرات اللي أنا شايف فيه قدرات بتفوق الأسوياء في حاجات كتير جدا أو العاديين، ليهم قدرات خاصة كبيرة جدا، وكلنا كنا سعداء بتحقيق رغباتهم وأحلامهم، لأن هم جزء لا يتجزأ من المجتمع، ليهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات. الحقيقة أنا يعني بكلم كتير عن يمكن النهاردة برضو عن دور وسائل الإعلام في حقوق ذوي الهمم. الحقيقة قانون 10 لسنة 2018 اداهم مجموعة كبيرة جدا من الحقوق في وسائل الإعلام، وبرضو الاتفاقية الدولية اللي عقدت في الأمم المتحدة ادتهم حقوق كتير جدا في الإعلام. المفروض ان احنا بنعبر عنهم، والمفروض ان احنا بنعرف النماذج المشرفة زي ما حصل مثلا في قدرون باختلاف وحاجات كتير جدا، والمفروض ان احنا برضو نوضح النماذج المشرفة. احنا عندنا نماذج مشرفة كتير جدا على مستوى العالم، لو حبينا نذكر منها هنقول مثلا جاكوب بارنت، هيلين كيلر. لو قلنا في مصر في برضو ناس كتير جدا من ذوي الهمم، يمكن شرفنا في المؤتمر ان شاء الله الدكتور الاستاذ رضا عبد السلام رئيس اذاعه القران الكريم، وهو احد ذوي الهمم اللي امتعنا بصوته لغايه ما وصل ان هو يبقى رئيس شبكه اذاعيه، ودي حاجه جميله جدا. هذه حياتي مولودا منذ نزلت بصعقه المفاجاه وهول الموقف الرهيب. هذه حياتي آية لمن تمنى من لا قلب له ألا تعيش فعاشت، تنقش النقوش على أحجار الحياة. هذه حياتي روحا ونفسا سكنت في مهدها أمي وأبي، قلبا وعطفا وصدرا وثيرا وحدبا ودفئا. هذه حياتي طفلا بلا جناحين مجهول الطالع يطرق على أبواب قدر الله الذي يفتح للسالكين إليه الدرب، فيحكو ويقف ويسند الظهر المتعب على جناب فضل الله، فتستحيل الوهدة سلما للصعود والترقي. هذه حياتي تلميذا مطرودا من رحمة البشر الناقمين عليه نعمة الحياة، يمسك بين فكيه القلم. هذه حياتي صديقا لمن صادق الود وعلم الإخلاص كيف يكون في بسمة حانية أو كلمة شافية، وراحوا يسكنوا قلب الذي أحبهم وأحب مهجهم النقية الطاهرة. هذه حياتي الحمد لله رب العالمين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. أنا عارف إني مختلف، ودي حاجة مش بإيدي إني أحلها. أنا نفسي بس أشوف وأحس في عيونكم أسرار تحلها. قالوا الجمال في الروح عشان هي اللي باقية مهما هتعدي السنين. قلت الكمال إنك تشوف نفسك جميلة بأي شكل في كل عين. شوفش نفسي في مرايتكو مليان عيوب، في حاجات كتير ما تبانش للناس بالعيون. محتاج
شاف بالقلوب. اللي عايز اقوله ان احنا الفتره الحاليه دي بتشهد تطور كبير جدا في خدمات ذوي الهمم، ويمكن احنا دورنا كوسائل اعلام ان احنا نساعد في تنفيذ قانون 10 لسنه 2018 اللي اداهم مجموعه من الحقوق ما كانتش موجوده. ويمكن اكتر حاجه اسعدتني كمان ان الاقزام او قصار القامه دخلوا في ذوي الهمم وبيتمتعوا في بكل الحقوق بالنسبة لقانون 10. احنا محتاجين برضو بالفعل، احنا اتجهنا نحو الاعلام المتخصص، فمحتاجين ان احنا يبقى ليهم قناة تلفزيونية متخصصة لذوي الهمم. هنقول ليه؟ هنقول ان ده هيبقى بيتهم، مش هيروحوا يشوفوا برنامج في حتة تانية، هيبقى ده يعني ده المنفذ ليهم. الاعلام التعليمي يبقى موجود، الاعلام الخدمي ليهم يبقى موجود، برضه هيبقوا العلماء او الدكاتره اللي هم متخصصين في المجال يبقوا موجود، اقدر افتح في اي وقت، اقدر اعرف عندي حد ذوي احتياجات خاصه سمعيه، عندي حد من ذوي الهمم اعاقه حركيه ليه طلب عايز ينفذه، ده هيبقى موجود عندي. اي احتفاليه خاصه بذوي الهمم كلنا بنتفاعل معاها وبنحب ان احنا نشارك. دور الليلة الدولية دور مهم جدا في إبراز ما وصل إليه النهاردة الأمر في مصر من الاهتمام بيهم وإدماجهم. كلنا قد إيه تفاعلنا مع قادرون باختلاف، وفي الجمهورية الجديدة شايفين ذوي الهمم الحقيقة يعني محبتهم زيادة حتة شوية يعني. فبنبقى دايما سعداء ان احنا نبرز ده للعالم كله من خلال صوت مصر الى العالم، قناه النيل الدوليه The Voice of Egypt to the Whole World التي اتشرف برئاستها. وده دور مهم قوي، الاعلام ليه دور مهم جدا في ابراز ما يتم من انجازات على ارض مصر بقياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة دورنا إحنا كدور دولي في مخاطبة الآخر بلغته بالإنجليزية والفرنسية، بيكون دي دور مهم قوي في إن إحنا نبين لهم النهاردة جمال بلدنا ومصر الجميلة النهاردة بيحصل فيها إيه. بشكركم يعني بتشرف بوجودي بينكم. عندنا يعني عالم اللي هو كان طفل صغير اسمه شاكو بارنت، ده من العلماء في كان من عنده توحد، وقعد فعلا والدته راحت بيه لكل الدكاتره قالوا لها ما تحاوليش معاه لان هو لا يمكن هيوصل لاي حاجه ولا هيتكلم. فابتدت تاخد دورات في التخاطب لغايه ما وصل بقى من علماء الفيزياء ومرشح لجائزه نوبل. فده بيبين لي اهميه دور الاسره، وانا عندنا اسر كتير جدا موجودين يعني عندهم برضو حربوا لغايه ما وصلوا. النهارده معانا مريم برضو ملكه جمال التوحد، ويمكن دي واخده 20 جايزه. وقوف الاسر جنب اولادها، المفروض ان انا دلوقتي كاسره انا عندي طفل من ذوي الاعاقه، ما ابتديش ان انا اتضايق ولا لا، انا بالعكس ده حاجه ربنا اداني عشان اخد عليها ثواب. ابتدي اشوف ايه نقط القدرات، القوات، القوه والضعف عنده، اقدر نقط القوه انميها وافضل وراه لغايه ما اوصله، لان هو يبقى هم الحقيقه عندهم قدرات زي ما يكون قدرات مخزونه تفجر مره واحده كده بالاهتمام وبالحب وبالعطف. تعال تعال ما تزعلش، تعال 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 اقعد بقى هنا.
تعيطش تعيطش زعلش، خلوا خدوا جنبك يا احمد، خدوا جنبك. ازيك؟ انا بخير. كويس؟ انا بكويس طول ما انت كويس. مبسوط؟ طب خلاص ما تعيطش بقى. اسر واولياء امور اصحاب الهمم، ان كلمات الشكر والتقدير لا تفي بما قدمتموه وما زلتم تقدمونه. إن كلمات الشكر والتقدير لا تفي بما قدمتموه وما زلتم تقدمونه من رعاية لأبنائكم لأبنائنا من ذوي الهمم. واعلموا أنكم تغمركم مشاعر الحب والحنان للقيام بهذا الدور. وأود أن أؤكد لكم أنكم تساهمون بقدر كبير وشأن عظيم في بناء هذا الوطن، وتعززون بذلك من قدرات بناء نهضة أمتنا. واعلموا جيدا أنكم بهذا الدور العظيم أديتم الرسالة وعظمتم من شأن الأمانة وتحملتم المسؤولية تجاه واحدة من أهم النعم التي من الله بها علينا، وهي ثروتنا من بناتنا وأبنائنا. بنلقي الضوء على النماذج الناجحة والمشرفة من أولادنا، وبنشتغل طول السنة علشان خاطر نحصد التعب اللي هم تعبوه والنجاحات اللي هم وتحديهم للإعاقة اللي هم المكتسبة أو الإعاقة اللي هم اتولدوا بيها. فإحنا معاهم قلبا وقالبا، وبندعمهم وبندربهم وبنعمل لهم دمج مجتمعي، وبنلقي الضوء على النماذج الناجحة منهم. فهو ده يوم الجائزة، يوم العطاء، يوم ان احنا بنقول لهم شكرا، شكرا على ان انتوا تفوقتوا على نفسكم وتحديتوا كل الصعوبات وقدرتوا ان انتوا تبقوا في النجاحات اللي انتوا قدمتوها دي. انني اشعر بالفخر والامتنان لمشاركتي معكم اليوم في تلك المناسبة التي اضحت تقليدا نحرص عليه، وواحدة من أهم جسور التواصل الممتد والمستمر بيننا، وأصبحت بذلك أحد أعياد الوطن الذي يحتفي خلاله بأبنائه من ذوي الهمم. لنستمد منكم الإرادة والعزيمة، ونستلهم القدرة على العطاء والحرص على العمل الدؤوب من أجل رفعة شأن مصر وبناء مستقبلها وفق ما نصب إليه ونحلم به جميعا للأجيال القادمة بإذن الله. ونعمل يدا بيد من أجل تخطي كل الصعاب، سعيا إلى تغيير الواقع وتعديل المسار. وكلنا إيمان راسخ بتوفيق الله عز وجل لمن يتقن عمله، وبأن أعلى مراتب الإتقان مرهونة بمقدار مرهونة وبعدين مرضى الذهني بيبقى التوحد، بيبقى عندهم اضطرابات في العقل، بس بيبقى عندهم قدرات فائقه من سواء في الموسيقى او في الرسم والفن التشكيلي او في الابداع او في الهاند ميد. فاحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نكتشف كل واحد ميوله لايه، بيحب ايه، بيبدع في ايه، وبنكتشف قدراتهم وخبراتهم وبنبتدي نطور فيها وننميها، وبنوصل بقى لانهم بقوا فريق جميل بالشكل اللي حضرتك شايفاه كده، بيقدم غناء بشكل حلو وبشكل مبتكر وبشكل مبدع. معانا كمان معانا الدكتور شادي نصيف، مبدع، هو دكتور استاذ دكتور في جامعه حلوان، وميوله فنيه بحته، من اصحاب البصيره،
معانا اولاد برضو من ذوي القدرات الخاصه، مصطفى بيلعب بيانو وأورج وكمان بيلعب عود، فيعني عندنا نماذج ناجحه جدا جدا من اصحاب القدرات الخاصه او من اصحاب الهمم اللي الناس المبدعين. في المجتمع، فبناخدهم لرحلات حتى خارجيه لمده اسبوع بعيدا عن اولياء الامور وبعيدا عن المدينه. يعني خدناهم في مرسى مطروح، كنا في اسبوع عند جامع العوام اللي هو منطقه اصلا المزدحمه وسط المدينه. حتى الناس قالوا لنا ازاي المفروض يقعدوا في وسط المدينه ذوي احتياجات مثلا، خدوا لهم مكان عشان يليق بيهم. قلت لهم لا، ده هم اساس المجتمع، لازم المجتمع يوافق عليهم ويتقبلهم زي ما هم. والحمد لله فعلا قعدنا اسبوع من احلى الاسابيع، وشاركنا في حاجات كتيره جدا، ايفنتات كتيره جدا، والحمد لله كان موفق الحمد لله، وهم ساعدوا جدا طبعا. فرقة القلوب البيضاء أول فرقة لذوي الاحتياجات الخاصة في الفنون الشعبية في مصر. الفرقة واخدة أول جمهورية 4 سنوات متتالية في مسابقة الحلم المصري تبع وزارة الشباب والرياضة. اشتركنا في مهرجانات دولية زي مهرجان الطبول الدولي، مهرجان دمنهور الدولي، مهرجان أولادنا الدولي. يعتبر الفرقة رقم واحد في مصر. الفرقة اللي حضرتك ما تشوفيها دلوقتي زيها زي الأسوياء بالظبط، بتقدم برنامج متكامل جدا. بتقدم تنورة، الفرح الفلاحي، الصعيدي، برنامج كامل للفلكلور لذوي الاحتياجات الخاصة. احنا شاركنا مع الأسوياء في مهرجان إبداع لمراكز الشباب، وخدنا المركز، خدنا جائزة لجنة التحكيم على الأسوياء. كان المهرجان للأسوياء وكان الفرقة مشاركة، وخدوا جائزة لجنة التحكيم على الأسوياء. فطبعا هم الحمد لله يعني هم متفوقين جدا. عبد الرحمن مدرب معايا بكابتن الفريق، بقى هو ده مسؤول عنهم والكلام ده كله. اتكلم ممكن اتكلم اتكلم ها ممكن يا هانم 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 ممكن اتكلم يا هانم تعالي جنبي هنا بقى. حاضر. انا بطله جمهوريه، بلعب سباحه وبلعب العاب قوه، بشارك في المسرح بتاعت الاشراف. استاذ فاكم المشرف ابو زير يوسف ابو زرع، بشترك في الاوبرا، مشترك على ده. انا جيت هنا قدر الاختلاف ودخلت ملك الجمال وسافر بورسعيد والحاجات دي. ماما متودين اماكن وانا كنت صغيره، وانا نونه كنت صغيره قد كده اهو، وانا 10 سنين وانا 10 سنه 2006. ومرعم أسافر اسكندرية عشان عيد ميلادي شهر 5 2006، وبغني كمان بغني أنا ابن مصر أنا ضد الكاس. كامارون كامارون
قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. قادر على الحياة أنا قادر على صفحة بيضة بتحبيني أنا قادر أنا قادر أنا قادر أنا قادر أنا قادر على التحدي أنا قادر كل ما قدرت شفيني أنا قادر على الحياة أنا قادر على صفحة بيضة بتحبيني أنا قادر. That was just a glimpse of the Arab International Festival for People with Disabilities that was held here at the premises of the Ministry of Social Solidarity, highlighting the efforts of a whole year. This is the third round of the festival, and it was a beautiful celebration, highlighting the role of Zawil Himam, or people with disabilities, and portraying how effective they are in Egypt's new republic.